بعد مد وجذب تقرر أخيراً رفع التجميد عن فيلم الشهيد زيغود يوسف، الإنتاج الذي ظل حبيساً لسنوات في الأدراج بسبب سياسة التقشف. موافقة الحكومة على بدء تصوير العمل مطلع العام 2020 جاء بعد صراع بين وزير الثقافة السابق عز الدين مهوبي وكاتب السيناريو حسن تليلاني ونداءات ابنة المناضل الشهيد شامة زيغود إلى السلطات بتجسيد فيلم والدها الحداد الثائر. في الحقيقة كان من المفروض يعني ننطلقوا في عام 2014 تمت الموافقة على السيناريو من طرف اللجنة الحمية التابعة لحركة الوطنية واللي هي تابعة لوزارة المشاهدين، ومن المفروض كنا ننطلقوا فيه، ولكن لأسباب شح الميزانية ويعني أسباب تعلقت أيضا بمشاكل كانت عندها وزارة المجاهدين مع أفلام أخرى كما فيلم العربي بن هيدي، توخر شوية فيلم زيغود، ولكن يعني اليوم الحكومة رفعت التجميد عن هذا الفيلم. بعد موافقة البرلمان بالأغلبية في جلسات سابقة على إنتاج العمل، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخرى ثمنت هذه الخطوة التي تعيد الاعتبار لبطل الولاية العسكرية الخامسة. السكان نتاع الشرق الجزائري كامل قاعدين يكتبوا في الفيسبوك يعني بأنهم يثمنون هذا القرار وينتظرون الانطلاق في تصوير هذا الفيلم اللي رايح يكون في نفس المناطق اللي وقعت فيها الأحداث، يعني لأنها ما زالت كما راهي. يعني مقر الولاية التاريخية الثانية في ناحية عين قشرة ما زالت كما اليوم، منطقة الاستشهاد تاع زيغود في سيدي مزغيش ما زالت كما راهي، المكان اللي ولد فيه زيغود وكانت فيه معركة بوكركر أول معركة اللي شفت فيها ديدوش مراد نواحي السمندو ما زالت كما اليوم. إنتاج فيلم الشهيد زيغود يوسف يضاف إلى قائمة الأفلام المنتجة عن أبطال الثورة، سيعزز الذاكرة التاريخية الجزائرية لما فيه من إضاءة على محطات وجوانب كثيرة من ثورتنا التحريرية في الشمال القسنطيني.